عيلك اكيد فهمتوا علي حبيبي انت والجهاز مهم لحتى يقدر يفوت على الحمام يقدر يعني ما بيقدر اذا ما كان لابسه ما بيقدر يعمل شيء مرحبا واهلا وسهلا فيكم نحن اليوم قصة جديدة قبل ما نبلش القصة اهم شيء لايك شير كومنت لهيدا الفيديو لنقدر نوصله لملايين الناس ليشوفوا الحالة اللي هي عن جد حالة كتير صعبة انا عم روح لحالات كتير صعبة بترجى كل العالم اللي له ايدين وله اجرين ما يحكيني على التليفون هاي بكل صراحة ما حدا يتلفني ويقول لي انا مكسور لأجار بيتي روح اشتغل طلع مصاري لانه في شغل بالبلد بس اللي تعود يقعد بالبيت رح يضل قاعد بالبيت خلونا نشوف هالقصة يعطيك العافية الله يعافيك أبو محمد أنا بكل صراحة حكاني شخص اسمه أبو طارق قال لي أنه في وضع عنا عائلة هون بطريقة جديدة بالفعل بحاجة لنوقف معه ونساعده أنا دغري لبيت الطلب وأبو طارق خي وحبيبي وأنا بعرف أنا بحياتي كلها ما كنت لا طاقفة لكن فكر هيدا شيعي وهيدا سني وهيدا درزي وهيدا مسيحي أنا ربيت ببيت حب كل الناس وكل الناس بحبوه حسن عبد الله أنا اللي بدي أقول لك إياه أنا اعتبرني ابنك جيت لعندك لهون بدي بس تخبر العالم شو المشكلة اللي أنت عندك إياها وشو اللي صاير معك أنا عرفت بس هذا البيت هو هيدي الأوضة بس فقط لا غير صح؟ نعم أهلا وسهلا فيكم وإن شاء الله بنعاد عليكم ورمضان كريم عارف كيف علي يا حبيبي أنا مشكلتي ما عندي ما تمنك شيء في أخي قاعد لا شغلي ولا عملي لا شغلي ولا عملي خلق أول هن أو يعني شلل عارف كيف علي وما بيمشي إلا غير على الجهاز هذا عارف كيف علي هذا جهاز هلا يعني أنت أكبر قدر بده صباط طبي ما قادر غيره يا أخي ما قادر غيره لا قادر أعمل شيء هذا حقه الجهاز هذا حقه الصباط الطبي الصباط الطبي اليوم إذا بدك تروح تشتري حقه بـ300 شوي بحكيك بالدولار إيه وتاني شيء يا حبيبي يعني ما تواخذني بهالكلمة أكل زحطة هذيك النهار برا أحو بدي ورجيك شغلي دلع أول عكازات إيه هالعكازات يا خي شوف هيدي انكسرت من هون رجعنا لحمنا وهيدي انكسرت من هون رجعنا لحمنا وهدول يطقوا من هون رجعنا لحمنا هون لو إيه لأنه علقة عم بنزل وعلقت بين السيارتين ورحت على خلقتي على الأرض لكن العالم شهلوني يا خي منقول الحمد لله رب العالمين يا خي أنا ما طالب شيء بشوف أنا من لبيت قاعد يا خي أنا عندي 5-6 أولاد الله خلوا أولاد العالم وإيام أيام فضيلة وشهر مبارك يا خي أنا ما بدي شيء حال نجيب لي بس يساعدني نجيب صباط وعكازات لا أقدر أمشي قطع هيك شوية برة البيت لأنه بقت يعني بتضايق كتير بعادة البيت وباخد دواء وباخد ضغط وباخد أنا منقول الحمد لله يا سيدي الحمد لله أنا إيماني بالله كبير بقول الحمد لله وهي الغرفة اللي أنا عايش فيها قوم صور يا خي شوف حمامي شوف مطبخي هالأوضة عايش فيها 5-6 أولاد أنا بدي أقول لك نحن إن شاء الله رقم تليفونه رح ينحط اللي بحب يتواصل معه ديركت دغري تواصلوا معه نحن هالسنة برنامجنا غير كليا عن السنة الماضية أنا كل حالة عم صورها هو الحالات الصعبين عم يحط أرقامهم هن فيكم تتصلوا فيهم مباشر لألهم أنا بهمني شغلة واحدة بهمني إنه مثل ما خبركم عنده شلل ما في يمشي الهول أكيد ما بيسو بده شيء جديد محله لأنه هول ما بيسو نهائيا هاي شغلة تانية أنا بدي أقول لك الحمد لله على السلامة وموضوع أكيد 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 أنا بقول لأهل الخير اللي عم بيحضروني
أكيد 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 ما بيرفضوا لي طلب، وأنا بعرف قديش إني بحبوا حسن عبد الله. هيدي الحلقة بس يحضروها لح يتصلوا فيك ويساعدوك. أنا بدي أسأل بس أم محمد سؤال، بس أنا بدي وضح لك شغلة. أنا يعني جيت وبعتك من قبل أخ أبو طارق، عارف كيف، الله يطول عمرك وعمر السامعين إن شاء الله. بس يا خي بترجاك إنه بس يساعدوني بحق لا صباط ما قادر امشي أحوها، يعني عيب أنا طلع على الكاميرا، طلع على الكاميرا مثل هدول، ما عم بقول لك مثل هدول، هدول اللي بيكمشوا الركبه، هول اللي بيكمشوا الركبه، ليكن احني ليك مطوا مثل المغايطه صاروا. طلع ها شفت، يعني اذا طقت وحده اكلنا زحطه تاني وحالتنا حالي. منقول الحمد لله ليك، انا زلمي حاج الحرمان بايام الخير كان عم بشتغل يا خي، انا رحت حجات الحرمان، يعني هلا احسبهم بيطلعوا دولار، بيطلعوا دولار ب3000 ليرة. رحت انا واهلي، انا وعمي رحت حجات الحرمان يا خي، عارف كيف علي، والحمد لله ما بفوت قرش حرام على بيتي، طعم اولادي بالحلال، طعم اولادي بالحلال، وما بحب اذي حدا بحالي يا خي. والله يعيده على أمة سيدنا محمد وآل محمد، عارف كيف علي. ورمضان كريم يا حبيبي، يا تعبرني أنا ماني طالب شيء، بدي ربي ولادي، أنا بدي ربي ولادي يا حبيبي، ما بقدر أشتغل. مثل ما شفتوا هذا الجهاز، شفتوا الجهاز كيف، وشفتوا شو اللي بده إياه. أنا بكل صراحة برجع بعيد كلمة، كل إنسان بحب يعمل عمل خير بشهر رمضان، هون عمل الخير، عمل الخير هون عند العم، هيدا فعل الخير، صدقوني هيدا فعل الخير. مش بروح بعطي أنا لواحد مكسور أجار بيت وهو قاعد ببيته ونهار سبت عم يشوي لحمة، مثل ما حدا شخص خبرني إياها اليوم. إيه هي بالفعل صدقة جارية، مثل ما حدا خبرني إياها اليوم. اليوم حدا خبرني قصة عن جد عن جد، هيدي ندالة اسمها، انه واحد عم يطلب اجار بيت وما معه يطعم اولاده، ونهار سبت الجيران كلهم شافوه عم يشوي لحمه، مشاوي لحمه، وعازم اصحابه. بس لخبركن انه في ناس عاملينها شغلتهم وعملتهم هاي الشغله بكل صراحه. هيدا اللي بكون تعملوا عمل خير هي ليكو وينوه، هيدا البركه الكبير، هيدي صدقه جاريه هون بالفعل. وقت انت عم تركب له جهاز وعم يمشي بالجهاز، لو ما هو دعالك هو الجهاز عم يدعي لك. أكيد فهمت علي حبيبي أنت. محمد يعطيك العافية، أنا السنة الماضية جيت لعندك، لا مش من السنة الماضية، من سنتين، أهلا وسهلا فيك، جيت لعندك. بس هلأ اليوم عن جد مش لأنه حكاني أبو طارق، أنا بصراحة كنت واحد حليجي لعندك هي بصراحة، بس عرفت الوضع صار أصعب من الأول بالنسبة لأجرين أبو محمد. الحمد لله الحمد لله، الحاج عنده وضع بإجريه وما بيقدر، يعني انا يعني عم بطلب كتير من الناس، وفي ناس عم تساعدني، ما بقول لك لا، بس انه ما بتغطي اللي هو اللي بده يساوي، لانه جهازه بكلف $350. انا مستعد، يعني حكيت كذا حدا، يعني اللي الله بيقدرون عليه، بس ما بيكفي لساوي الجهاز، والجهاز مهم لحتى يقدر يفوت على الحمام، يقدر يعني ما بيقدر اذا ما كان لابسه ما بيقدر يعمل شيء. اما محمد انا مش هطول عليك، أنا هيدا الظرف هيدا من خينا وحبيب قلبنا، هيدا من أبيجان، رجل أعمال، هيدا من رجل أعمال، هيدا الظرف. الله يجزيه خير، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعود عليه وعقبال كل سنة أنتم بخير. حبيبة قلبي الله خيره، حبيبة قلبي، هيدا مش مني أنا، هيدا منه هو، هيدا فيكي هلأ تجيبي موني على 15 يوم مثل ما بقوله بهذا الظرف، بصراحة بقول لك إياه، لأنه نحن ما عادش نطور رمضان، اليوم 18 بعد في 12 يوم،
هيدا الظرف هلا بجيب لك موني بريحك ال 12 يوم. وانا برجع بقول كلمه، يا رب كل اهل الخير اللي عم يحضروني وكل اللي عم يسمعونا، بليز وقفوا معنا لأم محمد. وهيدا جهاز عم نحكي بعباره 350 دولار، هو ماشي، وانا بعرف انتوا قادرين تساعدوا. ومش بس هيك، احنا بدنا نساعدهم ليجي هالعيد وعن جد يعيدوا وينبسطوا. الحج بيلبق له والحج بيلبق له، عن جد ينبسطوا بهالعيد اللي بده يجي. الله يفرح قلب كل واحد، بيفرح قلب الثاني، لانه الانسان ما تاخذني بهالكلمه لو منه يعني كيف تقول، انه لو ما هيك الحياه صعبه ما بيوقف هيك بهالمرحله، يعني ما بي. محمد انت اختنا وانت امنا وانت عزيزه علينا. هيدا الموضوع، هيدا الموضوع انا بدي اقول لاهلنا المغتربين كل اللي عم بيسمعوني، يعني دمعة ابو محمد كتير غالي علينا ودمعة ابو محمد كتير غالي علينا. انا بتاسف اولى للكلمه وين صرنا، يعني كلمه وين صرنا هيدي صارت كلمه خطره كتير. نحن وين صرنا؟ صرنا بزمن كتير صعب. تخيلوا 350 دولار جهاز ما قادرين يامنوا لحد بدك تأمن أكل، في بدك تأمن أكل، بدك تأمن أكل غالي كتير. هلا شو ما كان الحمد لله، بس عم تجيك فاتورة كهرباء، بيجيك مي، بيجيك ما هذا كله يطب، بدك تشيل من هون تحط من هون. وأنا ما تأخذني بهالكلمة، أنا ما عندي معين، أنا عندي ولد عمره 17 سنة متعلم حلاقة كمان، ما في مثلا إذا مثلا بيشتغل بالجمعة 200 أو 300 ما لك قلب كمان تقشطوا إياهم، كمان هو عنده كمان شيء. عارف وعندي بنتي مطلقة. أم محمد أنا برجع بقول كلمة، برجع بقول شغلي أنا لأهل الخير ولكل عم يحضرونا. رقم التليفون على الشاشة محطوط بكعب الشاشة، عملوا معروف أم محمد وأبو محمد، هن اللي حيردوا عليكم. أي حدا بحب يعمل صدقة جارية، أبو محمد هو بالفعل صدقة جارية. أنا اللي حقلكم ليش؟ لأنه هيدا الجهاز بس نركب له إياه ويمشي فيه للجهاز مع البوت ويمشي فيه للجهاز. قلت لكم برجع بقول لكم شغله، لو ما هو دعم من قلبه هيدا الجهاز يوم لقيامه ويوم اللي بيموت واحد ويوم الحساب، الله رح يقول له انت ركبت جهاز لفلان وهيدا الجهاز كان عم يدعي لك. هاي بصراحه حلقتي خلصت لليوم، وبتمنى اهل الخير كلهم واللي عم بيحضروا حسن عبد الله واللي ولا مره خيبوا لي ظني انا شخصي، بتمنى منكم نوقف مع خينا أبو محمد ومع أم محمد، لأنه أنا مطرح ما قاعد هي الأوضة ما في غيرها. كلمة أخيرة، حسن عبد الله ولا مرة فرق بين السنة والشيعة والدرزة والمسيحة أي طائفة بالعالم. بحبكم كلكم وما عندي كره لحدا، وما بيعني لي إذا حدا بيحكيني بطائفة يمكن بعمل له بلوك ما بيتعاطى معي. وأنا بتشكر كل اللي سهرتهم معي، وأنا بعرف هول الحلقات في ناس كتير بحبوهن لا يعرفوا عمل الخير، العمل الخير وين بيروح. بحبكن كتير ناس للناس. حسن عبدالله، أنا اليوم حبيت ضوي على شغلة، إنه اليوم أنا جبت ابني معي وبنتي الصغيرة كمان كذلك الأمر، بس شوفوا ناس كتير بحاجة بحبوا يساعدوهن. علموا أولادكم لحتى الله يفتحها بوجهن على كبر وتلاقوهن وتفرحوا منهم والله يبعد عنهم الأمراض. وأنا بدي أقول لكم من ناس للناس، بحبكم كتير. حسن عبدالله.